على فكره المدام زعلانه منك جدا. عيش البرج كله هو لو شافها محجبه ولا محترمه ولا محشمه والله العظيم هيتكلم معاها. عيش البرج كله انت عامل ايه يا فهمي؟ عيش البرج كله انت نازله من بيتك اصلا عشان يبصوا لك كده. عيش البرج كله بدل ما يقول لبنته عيب واحنا حذرناكي وجوزك حذرك، لا بيشتم الزوج. اهلا بيكم، تعالوا نشوف القضيه دي اللي حصلت في حي من ارقى الاحياء في القاهره الدقي. مستوى عالي، مش اي حد يعيش في الدقي، مستوى تعليمي راقي، شباب زي ما نقول كده متحررين، بنات عايشين بحريه، قصص الحب غالبا بتتوج بالزواج لان ده عندهم الامكانيات اللي ساعدتهم على ان هم يكونوا اسره في اي وقت هم عايزين. يعني الشاب في المناطق اللي زي دي منين ما يحب يتجوز مفيش مشكله، شقتك موجوده وفرشك نجيبه وعربيتك معاك ووظيفتك سهل ان انت تاخد اجازه شهر العسل والعمر لان معظمهم بيبقى وصايف يعني، فمفيش مشكله. احنا بنحكي قصه شيرين وفهمي، الاثنين من اسر راقيه، الاثنين ليهم عاداتهم وتقاليدهم، ناس ليهم اصول ريفيه، ونظرا لسفرهم سفر الزوج لعمله ان هم استقدامهم من الصعيد وعايشين في المدينه فتره طويله من حياتهم فاصبحوا يتقلدوا بحياه المدينه ونسوا العادات والتقاليد في الريف. وفهمي من اسره راقيه جدا ومعاه وظيفته وعربيته والدنيا حلوه زي ما بنقول. شاف شيرين اعجب بيها، هي اعجبت بيه، استمر الوضع الحب كام شهر، تقدم راح البيت من بابه وتقدم لها، شيرين رحبت بيه واسرتها رحبوا بيه، تم الزواج وربنا رزقهم بمولود اسمه سيف بعد فتره الزواج 3 سنين. طب ايه المشكله؟ يعني انت دلوقتي بتتكلم على اسره نموذجيه، حبوا بعض، دخل البيت من بابه، الناس سالوا عليه لقوه من اسره كويسه، الولد بيحب البنت، اتجوزوا واستمر جوازهم 3 سنين بدون اي مشاكل وربنا رزقهم بسيف طفل جميل قرة عين والده ووالدته. طب ايه المشكله؟ هو ما فيش مشكله بمعنى مشكله، لكن انا هطرحها عليكم واسمع تعليقاتكم. هل فعلا الموضوع ده يستحق المشكله دي ولا ما يستحقش؟ الزوج كان دايما بيقول لزوجته انا بثق فيكي ثقه غير عاديه، لكن انت ما بتشتغليش، وانا من ساعه ما تقدمت لك وقلت لك انت هتبقي تراعي زوجك وبيتك وانت رحبتي وقلت الست ملهاش غير بيتها وزوجها واولادها، وانا كنت سعيد بكلامك ده لان حسيت ان انت طالعه لوالدتك ربة منزل، عارفه يعني ايه واجبات الزوج ويعني ايه واجبات الاولاد ويعني ايه ان انت تكوني ربة منزل، تعرفي تقودي سفينة الحياة الزوجية بشكل يرضي زوجك، لكن طبعا يرضي الله اولا. المشكلة مش هقول لكم بقى في الفيسبوك والموبايلات والاتصالات والشات لا، هو قال لها انا بلاحظ ان انت بتقفي بتكلمي جارتك اللي جنبيكي وانت لابسة قميص شفاف وشابه شعرك. يعني تخيلوا هم قاعدين في عمارة سكنية، شيء طبيعي الستات الجيران غالبا يعني بيجي في وقت من الاوقات يفتحوا الباب ياخدوا من بعضهم حاجة، يصبحوا على بعضهم، يقعدوا يرغوا على الباب مع بعضهم كتير، او بلاش من كده تيجي الست تقعد عند صاحبتها جارتها يفطروا ويشربوا الشاي، واحنا فينا عادة غريبة جدا احنا المصريات او الشعب المصري تلقى الست تبقى قاعدة مع صاحبتها ساعتين ثلاثة وما يحلاش الكلام غير وهما بيودعوا بعض على باب الشقة. يعني انتوا ما جوه الشقة قعدتوا ساعتين فطرتوا وشربتوا الشاي وجبتوا سيرة الناس كلها وخلاص وسلمتوا على بعضيكم، تيجي تفتح لها باب الشقه تلقى الكلام يكتر، يقعدوا يتكلموا بالساعه على الباب وهم واقفين، طب ما انتوا كنتوا قاعدين جوه، ما بيستكفوش. يجي الزوج يلقى مراته واقفه مع جارتها بقميص شفاف وسابه شعرها ومتمكيشه. قال لها يا شيرين بعد اذنك انا منبه عليكي، ما دام باب الشقه اتفتح سواء انت كنت جوه شقتك بتجيبي حاجه وطالعه او سواء بتكلمي جارتك او بتوصلي جارتك او كنت عند جارتك وطالعه، لازم شعرك يكون متغطي ولازم جسمك يكون حشم، ما ينفعش قميص نوم شافي في صدرك وجسمك كله تقول له لا ما انا مش لابسه انا مش طالعه بالكومبي انا مش طالعه بالاندروير انا مش طالعه ده انا لابسه الروب. ايوه الروب شفاف، ده روب اوضه نوم، ده روب اصلا معمول اغراء للزوج، بتبقى لابسه ملابسك الداخليه وحاطه الروب عشان تكشفي بشكل
في إثارة للزوج أكتر ما منه إخفاء للجسد. أما قالت له حاضر وعندك حق ومش هيتكرر الموضوع ده. يجي بعدها بأسبوع بالصدفة البحتة يلاقيها واقفة مع جارتها نفس الروب الشفاف بشعرها بمكياجها واقفين يسهروا قدام الباب. قال لك لا الوضع كده مش هينفع. راح مدخلها جوه استاذن جارتها وقال لها بعد اذنك انا عايز شيرين. وراح دخل جوه. وانا قلت انا ضد ان الراجل يضرب زوجته. شوف يا جماعه كل شيء مباح بين الزوج والزوجه، لكن انه يمد ايده عليها دي مش شطاره. ضربها وحذرها وقال انا هو نفسه حتى فاهم بيقول انا ما ضربتهاش لمجرد ان انا اثبت بس ان انا راجل عليها، انا ضربتها عشان تفضل فاكره ان انا حذرتها قبل كده وقلت لها غلط وهي وعدتني الموضوع ده مش هيتكرر. تاني حاجه ان هي لما تتضرب المره دي هتبقى عارفه ان الامور وصلت معاها للضرب فمش هتتكرر تاني. تاني حاجه هو يعني لما قعد بيقول طب انا دلوقتي اللي خلاني انا بالصدفه بشوفها واقفه مع جارتها على باب الشقه بكده، انا ايش ضمني ايه اللي بيحصل في فتره غياب لما انا حذرتها مره واتنين وقلت لها غلط؟ هو بيقول يا جماعه الاسانسير عندنا في العماره غالبا بيبقى عطلان في استمرار في الصيام، فمعظم الناس طالعه ونازله على السلم بتبقى مراتي واقفه كده. قال الشباب صباح الخير صباح النور، قال الجيران الموظفين زمايلنا وجيراننا صباح الخير يا مدام، ويقعد بيقول لك حتى في شباب مو متجوزين ورجال موظفين يقول لك بيصدق يلقوها مع جارتها واخبارك ايه يا مدام وعامله ايه وما بتجيش تزورني انت والاستاذ فهمي ليه، يقول لك يقعد يتكلموا معاها لمجرد ان يقعد يتفرجوا عليه. يعني تخيل مثلا واحد نازل مع السلم يلاقيها واقفه مع جارتها، ازيك يا مدام شيرين عامله ايه وازاي الاستاذ فهم ايه ما بتجيش تزورنا ليه، على فكره مدام زعلانه منك جدا، ايه بقالك اسبوع لا اتصال تليفوني ولا غير، انت عارف ان هي بتحبك قد ايه وانا زعلان من الاستاذ فهمي ولما اشوفه هحتب عليه ما بيجيش عندي ليه وما بيتصلش بي. هو لو شافها محجبه ولا محترمه ولا محشمه والله العظيم ما هيتكلم معاها، لكن هو عشان شايفها بشعرها ومكياجها وجسمها الباين قاعد يطول في الكلام عشان ايه يقعد يغذي عينيه بمشاهدها الفاتنه بالحرام. فبيقول انا لاحظتها حتى بتكلم مع جارتنا، الجيران الرجاله واقفين احلو فهمي، فهمي بقى حلو، فهمي اللي بيشوف الطلعه والنازله ما بيقفوش يسلموا عليه، لكن لما يشوفوا مراته واقفه قدام الباب احلو فهمي وسهريه فهمي وكلام فهمي وفهمي اخباره ايه، لما بيشوفوني مفيش حد بيسالني انت عامل ايه يا فهمي، لكن لما يشوفوا مراتي يقولوا لها فهمي اخباره ايه وحشنا والله وبنحب فهمي. وقال لها بدل الكلام ده 100 مره وعادوا عليها 100 مره. لكن هي مفيش فايده تقول لك ما انا جوه شقتي انا ما فتحتش الباب غير هي في الثانيه دي بكلم جارتي ابو ودعها وهو بالصدفه جه. يا جماعه احنا قلنا طاعه الزوج طاعه الزوج طاعه الزوج، يعني حتى لو يا ستي ده هو بيعمل كده عشان بيخاف عليك عشان بيغير عليك، معنى كده ان هو بيحبك، يبقى انت فاهمه الموضوع غلط ليه؟ وانت هتستفيدي ايه لما الجيران يشوفوا جمالك؟ يعني ايه انا بستغرب على الست اللي هي بتبقى متمكيجه ولابسه ضيق ومحزق ومبينه كل مفاتنها وماشيه في الشارع وماشيه مع جوزها. انا ما بعيبش عليها، هي انا بعيب على الراجل، الراجل ايه اللي يخليه مراته تنزل كده؟ تاني حاجه بتبقى مبسوطه قوي والرجاله بتبص لها، وانت تقول لي جوزها ايه القرف ده، ايه الشباب ما بقاش فيه دي دين ولا اخلاق، في الرايحه والجايه بيبصوا لي كده ليه؟ انت نازله من بيتك اصلا عشان يبصوا لك كده؟ ما انت لو مش عايزاهم يبصوا ما كنتش نزلت كده، ده انت بتستمتعي بنظراتهم ليكي كده. اما انت حاطه الاحمر والاخضر والضيق والبضيهات والتشوز ليه والحاجات دي كلها ليه والبنطلونات المقطعه كله ده عشان خاطر ايه؟ عشان خاطر جوزك؟ ده انت مش بتلبس الحاجات دي في بيتك لجوزك، انت بتلبسيها عشان الناس في الشارع يقولوا الله عليك ويسمعوك الكلام اللي انت عايزه تسمعيه. نفس النظام بالنسبه لشيرين، هي واقفه بالملابس الشفافه عشان الرجاله اللي طالعه واللي نازله يقعدوا يتغزلوا فيها ويقعدوا يتكلموا عنها، ده فرس، ده شوفها بتعمل ايه، شوفها بتعمل ايه مع جوزها لما هي كده، اما مع جوزها بتعمل ايه، وتقعد حديث العماره السكنيه شيرين. يا ستي خليكي في بيتك، املي عينين جوزك، متعي جوزك، لكن ما تمتعيش البرج كله بملامحك الفتانه وبجسمك المثير. انت ما بتتكسفيش، يعني القميص الروب اللي انت لابساه ده ما بتتكسفيش لما تقف قدام المرايه وتلاقي نفسك كده كنت واقفه بره بالشكل ده؟ لكن ما فيش فايده. المهم وعد الجثه ان الموضوع ده مش هيتكرر، وفعلا جه
ابوها واخواتها ونبهوا عليها وقالوا لها الموضوع ده خلاص وجوزك ليه حق وجوزك بيحبك وبيغير عليك وخلص الموضوع. بيقول ثالث يوم بالظبط وكنت حاسس ان هي مش هتسمع كلام، رجعت من شغلي بدري شويه، فتحت باب شقتي ما لقيتهاش موجود من غير ما تقول له هي راحت فين ولا جايه منين. قال فتحت باب الشقه وفضلت قاعد، فوجئت ان هي طالعه من عندي جارتنا، هي مفيش مشكله هي عندي جارتها صاحبتها الانتيم، طالعه من عندي جارتها برضه بالقميص الشفاف والشعر، صحيح هي مش واقفه قدام الباب، صحيح هي مش بترغي قدام الباب، صحيح اللي طالع واللي نازل ما شوفهاش وهي واقفه قدام الباب، بس اللي طالع واللي نازل شافها وهي طالعه من شقتها وداخله بيت الجيران، اللي طالع واللي نازل شايفينها وهي خارجه من باب الجيران بيت الجيران داخله باب شقتها بشعرها بالروب الشفاف. فقلت له لا انا ما كنتش واقف على السلم، هو الحمد لله انت جيت يا فهمي اهو زي ما انت شفت انا فتحت الباب بتاع جارتي وطلعت وداخله على طول. قال له اللي طالع واللي داخل على السلم مش شايفيني كنت داخله وطالعه من عند الجيران؟ طب كنت رميتي حاجه على شعرك؟ طب كنت لبستي روب مش شفاف؟ مفيش فايده. المهم طبعا هي شافته كده جت هيضربني تاني، راحت جرت قفلت على نفسها باب الشقه من جوه واتصلت بابوها واخواتها الحقوني فهمي هيقتلني. فعلا فضل فهمي يخبط على باب الاوضه عشان تفتح له، ما رضتش، وهو فعلا كان ناوي يضربها فعلا. جه ابوها واخواتها راحوا واخدينها من جوه الاوضه، فتحت لهم طبعا وقالوا لها يا بنتي ما حدش يقدر يضربك احنا جينا، افتحي. راحت فاتحه قالها لم هدومك، راحت لمت هدومها وخدت حاجتها وابوها راح شتمه. حاجه غريبه يعني، اول مره اشوف اب واخ بيشتم الزوج لانه بيحب مراته بيخاف عليها، يعني اول مره اشوف اب بدل ما يقول لبنته عيب واحنا حذرناكي وجوزك حذرك، لا بيشتم الزوج بيقول له ما دام مش واثق في بنتي وما دام مش واثق في مراتك طلقها. يا سيدي هو ما قالكش مش واثق، هو بيقول انا عايز مراتي تكون محترم تكون مؤدبه تكون حشمه ما غلطش فهمي. وراحوا واخدين سيف ابنهم الصغير ولحد دلوقتي مرينه عشان يشوف ابنه، وكل ما يروح او يبعت ناس يقول لك لا لازم يطلقها لازم يطلقها. اخر ما غلب اخر مره راح لها لقاها نازله الشارع بملابس برضه خروج خليعه للغايه ونازله رايحه النادي بشكل مش كويس، وقفها في الشارع مسك فيها ضربها قلمين. طبعا الناس اتلمت وراحت مركز شرطه والدنيا طبعا وصلت ليه ان هو يطلب انها تطلب الخلع وهو يطلب الطلاق لانها ست غير مسؤوله وست متبرجه وغير محترمه لذاتها ولا لابنها سيف ولا لزوجها ولا لاسرتها. موضوع اثار طبعا يعني بلبله، لان ليه الزوجه بتعمل كده وليه الاب بيعمل كده؟ هي واضحه والامور واضحه، الزوج ليه حق، الزوجه غلطان، والاب كان لازم يعرف بنته ان طاعه الزوج واللي بتعمليه ده باللبس ده ما ينفعش يا بنتي ما ينفعش، انت كده بتضر جوزك قدام جيرانه حتى معنويا وشكليا ونفسيا، معنى كده ان هو مش عارف يحكم بيته لما تخرجي بالشكل ده وتقفي بالباب عريانه كده قدام الباب في حد ذاته غلط كبير. بس مين يفهم؟ هم دول الستات، ولله الامر من قبل ومن بعد. اشكركم.